نهاية هذه السنة سوف يتم تصنيع الشاحنات الثقيلة والمتوسطة والمحركات من نوع مرسيدس بالجزائر، حيث ستوكل مهمة تصنيع الحافلات والشاحنات إلى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية لاسانفي برويبة. أما فرع تيارت فسيصنع السيارات الرباعية الدفع كات كات وكذا السيارات النفعية لنفس العلامة، فضلا عن تصنيع محركات مرسيدس بقسنطينة. مشاريع جزائرية ألمانية ستوفر أكثر من 800 منصب شغل.